مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة. الصحافة المحلية، المصدر أونلاين. المقاومة تتقدم في لاحج وفرار مئات الأسرى لدى الحوثيين من معتقلاتهم في قاعدة العنهد. عشرات القتلى والجرحى في أعنف المعارك التي تشهدها أحياء صلاح الدين وفاقم في عدن. الحوثيون وصالح، قصة علاقة بدأت منذ حروب صعدة وانتهت بتحالف رسمي وبلا خجل. سلطات صنعاء، 90 مدنيا و300 جريح سقطوا ضحايا في تفجير جبل نقوم. الربيع نت، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليمن مهدد بالمجاعة حال استمرار عدوان الحوثيين وصالح. ميليشيا الحوثي وصالح تخرق الهدنة بعد ساعات من سريانها، واشتباكات في مأرب وقصف على الأحياء السكنية في تعز. مندبرس إب، مداهمات واختطافات وتوتر وملاحقة للناشطين ضمن مسلسل انتهاكات الميليشيا الحوثية. وزير النقل يلتقي بمندوبين عن العالقين بالقاهرة. استمرار لمسلسل الانتهاكات، الحوثيون يختطفون 4 مواطنين بينهم مسن وطفل بهمدان. قيادي في حزب الله، تدربنا مع الحوثيين منذ 10 سنوات والمئات من الإيرانيين واللبنانيين موجودون في اليمن. المشهد اليمني، قصف متواصل على أحياء تعز وسقوط 9 شهداء وأكثر من 40 جريحا، والمقاومة تسيطر على مواقع جديدة. وصول رؤساء المنظمات الإنسانية الدولية إلى صنعاء للإشراف على إيصال المساعدات لليمنيين. وزير خارجية السعودية، القمة الأمريكية الخليجية ستركز على تحركات إيران العدوانية. هنا عدن، ميليشيا الحوثي وصالح يفجرون منازل في المسيمير بلاحج. الصحوانيت، دمار، إصابة مسلحين حوثيين وإعطاب دوريتهم في هجوم لمسلحين بمنار آنس. ولد الشيخ، نبحث مسألة تمكن الأمم المتحدة إيصال المساعدات للمحتاجين. مأرب أونلاين، 4 قتلى حوثيين بقذيفة هاون بجبهة الجدعان. نيوز يمن، مقتل 3 من ميليشيا الحوثي واستشهاد 2 من المقاومة في اشتباكات بقرية قراضة بجبل صبر غرب تعز. بحاح، استئناف العمل السياسي من كل الأطراف هو الهدف المباشر لمؤتمر الرياض. الضالع نيوز، المقاومة تنفذ كمين لتعزيزات عسكرية ضخمة متجهة صوب الضالع والحوثيون يخرقون الهدنة. الصحف العربية والعالمية، الرياض، السعودية، مظاهرة كبرى للجالية اليمنية أمام البيت الأبيض تندد بالاعتداءات الحوثية الآثمة تتزامن مع اجتماع الرئيس الأمريكي بقادة دول مجلس التعاون. الانقلابيون يستقبلون المبعوث الأممي بقتل المدنيين بقصف هستيري على تعز. الجيش المغربي، التحقق من مصير الرباني المغربي المفقود في اليمن يبقى صعبا. باكستان، داعش الوجه الجديد لتنظيم القاعدة والحوثيون هم طالبان اليمن. القدس العربي، ثلث مسلحي الحوثي من الأطفال وبدء سريان الهدنة الإنسانية، وإيران تقول إن سفينة حربية سترافق معونتها. واشنطن بوست، فصائل الحوثي تجند الأطفال دون 18. الشرق الأوسط، وزير الخارجية اليمني، زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للإطلاع على مدى استجابة الحوثيين للهدنة، والخوف يبقى قائما على عدم توزيع المساعدات إلى المستفيدين. المقاومة تتقدم صوب قاعدة العند، والميليشيا تحرق منازل قيادات في التواهي بعدن. المجلس الأهلي يتسلم ميناء المكلا من القاعدة، وقيادته تطمئن شركات الملاحة البحرية. عائلة الطيار المغربي المفقود في اليمن متمسكون بالأمل في العثور عليه حيا. البنتاغون والبيت الأبيض يحذران إيران من لعبة خطرة تهدد وقف إطلاق النار في اليمن، وترقب وشوب بالحذر لمدى التزام الحوثيين بالهدنة، ووكالات الأمم المتحدة تكثف جهودها لإيصال المساعدات. حرب استنزاف في الحديدة، مقاتلون مجهولون يواجهون الحوثيين، والميليشيات تنتقم من عناصر الأمن في المحافظة. الوطن السعودية، هدنة حذرة وإيران تعبث. الرياض تطلق مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، وواشنطن تتعهد بحماية المملكة من أي اعتداء خارجي. المخلوع يوزع أسلحة الجيش على الإرهابيين. بوادر ثورة شعبية تتشكل ضد الانقلابيين، ومتظاهرون يرفضون احتكار الحوثي للمشتقات النفطية. البيان الإماراتية، صالح ينقل أموالا من منزله المدمر في 15 شاحنة. توقعات بمنع المتمردين الإغاثة على المناطق المنكوبة، والشارع اليمني مزيج الأمل والخوف. الخليج الإماراتية، غارات ردا على التجاوزات،
وخسائر للمتمردين اليماليين يخشون تقويض الهدنة. السياسة الكويتية. اليمن: الأمم المتحدة تستعد لعملية إنسانية واسعة بالتزامن مع الهدنة. تفاصيل خبر الشرق الأوسط. حذرت وزارة الدفاع الأمريكية إيران من ممارسة لعبة خطرة تهدد هدنة وقف إطلاق النار في اليمن، ودعت طهران إلى تقديم أي مساعدات إنسانية ترغب في توصيلها إلى اليمن عبر مركز المساعدات التابع للأمم المتحدة في جيبوتي. وقال المتحدث باسم البنتاغون العقيد ستيف وارن: إذا أراد الإيرانيون التصرف وفقا للبروتوكول الحالي المعمول به في الأمم المتحدة، فعليهم توجيه السفينة الإيرانية التي يقولون إنها تحمل مساعدات إنسانية نحو ميناء جيبوتي لتوزيع تلك المساعدات عبر قنوات الأمم المتحدة، وسيكونون قد فعلوا الشيء الصحيح في هذه الحالة. وشدد وارن على أن أي إجراء لتوزيع مساعدات خارج إطار منظمات الأمم المتحدة لن يكون صائبا، وحذر من أنه لن يكون من المفيد أن تخطط إيران لنوع من الحيل، مشيرا إلى أن استخدام السفن الإيرانية الحربية لمرافقة سفينة المساعدات غير ضروري. صحيفة سبق. كشفت مصادر يمنية عن خرق الهدنة من قبل الميليشيا الحوثية، والتي بدأ سريانها من 11 مساء أمس الثلاثاء، حيث تواصل الميليشيا قصف الضالع وتعز، وتستمر اشتباكات في عدن بين المقاومة والميليشيا في محاولة للتوغل الحوثي مجددا. وأكد السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية اليمنية مختار الرحبي لسبق أنه لم ترد أي أنباء عن توقيت الهدنة، وكشف عن ورود أنباء خرق الهدنة في تعز والضالع، مشيرا إلى أن ذلك يعد استمرارا ونجاحا للهدنة. وأكد الرحبي أن الحوثيين والمخلوع يتحملون تبعات أي خرق للهدنة، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات بأن تدين الخروقات. المدينة السعودية. قال مصدر خاص للمدينة إن قيادات بارزة من جماعة الحوثي وصلت مساء أمس إلى مدينة ذمار 100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء، بعد تزايد وتيرة القصف الجوي على محافظة صعدة شمال اليمن معقل جماعة الحوثي وعدد من المديريات التابعة لها. وقال المصدر إن 12 طقما تابعا لجماعة الحوثي وصل يوم أمس لمدينة ذمار، وعلى متنه العشرات من القيادات الميدانية الكبيرة التابعة للجماعة، أبرزهم رئيس ما يسمى برئيس اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي، وشقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي، والصادر بحقه قرار مجلس الأمن، وكذا مستشار رئيس الجمهورية عن جماعة الحوثي صالح الصماد. وأوضح المصدر أن قيادات الحوثيين وضعت الأطقم العسكرية التي أتت بها في بناء دار الضيافة بالمحافظة والمخصص لاستقبال كبار المسؤولين والوفود الزائرة للمحافظة، فيما استقرت قيادات الجماعة في مسجد السعيد القريب من دار الضيافة خوفا من استهداف الطيران لدار الضيافة. وأضاف المصدر إن قيادات جماعة الحوثي غادرت بعد ذلك وتوزعت في قرى عمد والوشل التابعة إداريا لمديرية عنس محافظة ذمار. الصحافة الجديدة. فيسبوك الدكتور عبد الباقي شمسان. إلى أولئك الذين آمنوا باليمن وثورة فبراير 2011: النبض بالحياة والأمل والصبر والعمل من أجل تحقيق الإزاحة الواقعية لأسوأ من حكم اليمن في كل مراحله التاريخية، المخلوع رسميا صالح، ووأد المشروع الحوثي السلالي القروسطي وبذرة لا استقرار، وذلك بالانخراط في المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وتوظيف الموقف الإقليمي ببراجماتية وعقلانية بما يحقق الأهداف الوطنية. فيسبوك محمد الربع. 50 يوما من القصف لم يتم التخلص فيها من مخازن السلاح، وخمسة أيام خلصت فيها مخازن القمح والوقود والغذاء، بمعنى أننا لم نكن نعيش في دولة قابلة للحياة، وإنما في مخزن بارود قابل للاشتعال. ولا ننسى أن كل هذه المعسكرات والمخازن داخل المدن، فيما لا يوجد معسكر واحد للحرس الجمهوري أو الأمن المركزي على الحدود، جيش وسلاح للاستخدام المنزلي فقط. قيمة الصواريخ الباليستية التي تم تدميرها يعادل قيمة بناء ثلاث محطات كهربائية تغطي دولتين. بكل قيمة دبابة واحدة تقصف البيوت والأهالي نستطيع بناء مدرسة حديثة من 24 فصلا دراسيا. قيمة الطيران والدفاعات الجوية التي تم تدميرها تكفي لفتح 5 جامعات حديثة. المعسكرات التي دمرت بتكلفة بنائها تستطيع أن تجعلها حدائق سياحية ومولات تجارية فخمة وأندية رياضية. قيمة مخازن السلاح التي دمرت تكفي لتوفير مخازن أغذية للفقراء يكفيهم لسنوات. تكلفة ذخيرة المضادات التي تطلق في الجو عبثا والتي تصل قيمة الرصاصة الواحدة $100 تكفي لفتح عدة مراكز طبية مجانية لأمراض القلب والسرطان.
وفوق هذا كله البشر الذين يموتون في معارك عبثية بالمئات والآلاف تستطيع أن تجعل منهم أطباء ومهندسين ودكاترة وأساتذة، تنهض بهم البلاد وتعمر بهم الأرض. الحرب يشعلها أفراد والبقية مهمتهم التوجه لشباك تسديد الفواتير. فيسبوك يحيى الثلايا، سحب الدخان المهولة التي غطت صنعاء أمس من الصباح هي نتيجة انفجارات واحتراق خزانات وقاطرات المشتقات النفطية السرية التي استهدفها طيران التحالف. كان يمكن لهذه الكميات الهائلة أن تشغل الكهرباء والسيارات والطواحين والمستشفيات طيلة الفترة الماضية، لكن المسيرة الجهادية العظمى سحبتها من الأسواق والمحطات وخبأتها لتمويل المجهود الحربي. نعم، هذه الكميات المهولة مخبأة لتزويد الشاصات والدبابات بالوقود الذي يمكنها من قتلنا. ولمن نسي، ثورة الحوثي أسقطت البلاد بذريعة تخفيض 500 ريال في سعر دبة البنزين، لكنها تبيعها اليوم وبوساطات نبوية ب30,000 ريال. فيسبوك توكر كرمان، بدأت للتو الهدنة المؤقتة في اليمن، نأمل الالتزام بها كما ندعو أن تكون امتدادا لإيقاف مستدام لإطلاق النار يبدأ بتسليم ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح لكافة الأسلحة والانسحاب من كافة المناطق، ويمضيان في تطبيق مخرجات الحوار من الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى الانتخابات وتطبيق بقية المخرجات. تويتر الدكتور عبدالله النفيسي، سيحاول الحرس الثوري الإيراني في العراق بمعونة طابور إيران في العراق لمشاغلة السعودية من خلال حدودها الشمالية لرفع الضغط عن الحوثي في اليمن. تويتر ناصر الدويلة، الحرب تسير نحو اتجاهات مرسومة لها ولن تخرج عنها، فالقيادة السعودية تسيطر على كل مجرى الحوادث بكفاءة، وعما قليل سيسحق الحوثي نهائيا. تويتر خالد الأنسي، لا يوجد في اليمن أي خدمة للتوصيل المجاني باستثناء خدمة التوصيل المجاني للموت التي توفرها ميليشيا المخلوع والحوثي في كل قرية تدخلها.